السلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم فيديو جديد، اليوم مش نعمل مع بعضنا ملفي أمونت بات كراميليزي. دونك بالنسبة للملفي أنا عندي الباتيفويتي متاعي حاضرة، كان تبعتوني في فيديو قبل دونك هبطت الباتيفويتي. أنا عندي مخدومة حاضرة كنت مخبيتها في الفريجدير، توا جبتها ديريكت باش نخدمها. دونك بالنسبة للباتيفويتي المقادير متاعها للأربعة كعبات ملفي، الريسيت نتاع الباتيفويتي اللي عندي انا عملت فيها 600 غرام. بالنسبه للباتيفويتي 200 غرام فارين عليهم 100 غرام زبده يخدموا لكم 4 كعبات ملفي. اللي تحب الوصفه دونك ترجع تشوفها في الفيديو اللي قبل اللي هو فيه الباتيفويتي. دونك انا باش نحط توا الباتيفويتي نتاعي، انا عندي لهنا بريس كيلو، يعني بعد ما خدمتها نوزنها نقال كيلو، باش نخدم بها 8 ولا 9 كعبات ونشوف قداش تجيني. عندي لهنا هذايا 60 غرام، هذايا سكر جلاس اللي هو سكر محور، هذايا باش نخدم به الكراميل نتاع البات، من بعد باش نخدمها كراميليزي البات. دونك باش نخدمها بالسكر هذايا سكر جلاس، هذايا باش نخليها على جنب مع البات. انا خاطر باش نبدا نخدم كيما قلت، باش نبدا الريسيت نتاعي، باش نبدا نحضر الكريم باتيسير باش نخليها ترتاح في عقلها لو طون اللي انا طيبت الملفي نتاعي، طيبت البات. دونك هوني عندي اصفر 4 كعبات بيض، فاني 500 غرام حليب، 50 غرام سكر، عندي لهنا هذيا انشاء، عندي 35 غرام انشاء، وعندي لهنا الفارينه 50 غرام فارينه. دونك هذوما مش نخدم بيهم الكريم باتيسير بتاعي، وبعد نتعديو للي من بعدها خاطر انا راني باش نخدمها بالكريم شانتيي. انا باش نعطيكم توا المقادير نتاعها، انا جوست توا باش نطيب الكريم باتيسير كيما تشوفوها، ومن بعد تشوفوا كيفاش باش نكملها. نتعديو توا ديريكت طريقه التطيب. اول حاجه هي باش نعملها باش ناخذ الحليب نتاعي باش نصبو، باش نخليه يغلي على الجاز في الكاسرول، باش نصب معاه طرف فاني، مش برشا الفاني، حكايه تكيكه 6 غرام. دونك باش نخليهم لهنا يطيبوا، باش ناخذ البول نتاعي من بعد ديريكت، باش ناخذ البول باش نصب فيها البيض. مش نصب معها السكر، بالنسبة للسكر راهو اللي يحب البات اللي يحب الكريمة نتاعو حلوة ينجم يعمل حتى 50 غرام. أنا خاطر ما نحبيش حلوة برشا دونك منقصة عاملة 35 غرام، أما راهو نجمو نخدمو 50 غرام، أما أنا منقصة خاطر الحلوة ما نحبش دونك حلوة برشا، والبات فيها برشا باش نخدمها بالسكر المحور باش نخدمها كراميليزي، دونك لهنا منقصة السكر أنا بالعاني، أما راهو نجمو تحطو 50 غرام. بالنسبة للي ميقلقوش الحلو يخدم 50 غرام سكر. دونك لهنا باش نحط السكر نتاعي، باش نزيد معاهم طرف الفاني كيف كيف، وهذوما توا باش نبدا نركبهم مع بعضهم حتى اليد نخدمو فيها، حتى نذوب السكر بالدوله. نخدموهم بالدوله حتى يذوبو بالسكر. توا هوني ركبتها بالباهي حتى لين السكر ذاب عندي بالباهي. توا باش ناخو لهنا النشاء، نغربلوهم كالعادة ديما الفارين النشاء السكر محور هذوما مغربينا ديما نغنوهم مغربلين. خلطوا الخليط كله في بعضه بالباهي،
ناخذ فرينة كريم باتيسير هذه ياسر بنينة، نجمو نخدمو بها برشا حاجات، الشو والملفي، نسحقوها في برشا حكايات. خليو خليك الكل يندمج في بعضو لهنا هكا باهي. توا باش نشوف الحليب سخن ولا لا، كان الحليب وصل لدرجة الغليان وقتها باش ناخدو باش نصفيه فوق الخليط هذايا. توا لهنا الحليب وصل عندي لدرجة الغليان، توا باش ناخدو باش نصفيه فوق الخليط تاعي. نخلط الكل في بعضه بالباهي، توا باش نعاود نرجعها في الكاسة هون ومش نطيبها حتى لين نتحصل على الكريمة متاعي. توا هوني الكريمة طابت كيما تشوفوها، هوني توا وهي سخونة باش نرمي عليها الزبدة. كيما قلنا هذوما راهم 200 غرام زبدة، توا هوني باش نرميهم نخلطهم في وسط هذي باهي. توا بعد ما خلطتهم كبير توا لهنا باش نختمهم باش نضربهم بالبتر. توا هوني الكريم باتيسير نتاعي حضرت كيما تشوفوها، باش نخليها على جنب. توا انا في المرحله هذيا عندي هوني 200 غرام حليب، وعندي لهنا كريم شانتيي ساشي اللي تتبيع حاضرة، دونك الساشي فيها 50 غرام، باش نخلطها بال 200 غرام هذوما باش نخدم كريم شانتيي، ومن بعد باش نخلطها مع الكريم باتيسير نتاعي. توا باش نخدم الكريم شانتيي. توا هوني الكريم شانتيي حضرت، هوني توا باش نصبها فوق الكريم باتيسير. ديجا برد الطرف يلزمها تبرد معناتها الكريم باتيسير، وهوني توا باش تولي كريم دبلومات، ما عادش باش تولي كريم باتيسير. فوالا انا نحبها مختومه بالكريم شانتيي، راهي هنا على الاخر ابل من اللي معناتها وحدها. ولهنا راهو اللي ما عندوش كريم شانتيي المرحله هذه راهو ينجم يستغنى عليها، تنجم معناتها تخليها هكاكا بركه، حتى كريم باتيسير وحدها راهي هذيك قابده معناتها باش تخدم لنا الملفي وتعطينا ريزلتا باهيه. اما بو انا ديما نحب نعمل حاجه خير وديما نحاول نجتهد باش نخدم حاجه بنينه، دونك زدتها هذه باش نزيد نبللها ونرجعها حاجه اخرى. بن برشا معناتها من الكريم باتيسير وحدها. ديجا الكريم فريش معناتها خدمتها ماهيش صعيبه، كريم شانتيي خدمتها مش صعيبه متاع ساهله. كيما قلنا كهو اللي ما عندوش ينجم يخدم كان بالكريم باتيسير. توا باش نخلي المكونات كلها تدخل في بعضها، وبعد باش نغطيها
ندخلها للفريجيدير. هوني خلطتها المكونات الكل كيما تشوفوا فيهم توا لهنا الجنس ودخلوا في بعضهم بالبي. دونك انا لهنا خلطتها بالماكينه احسن تعطيني ريزلت خير. خدمتها طرف اليد وبعد كملتها بالماكينه باش تحصل على الريزلت هذيا. توا باش نغطيها ونرميها ترتاح للطون اللي انا حضرت الباتفويتي خدمتها في عقلي، هي ترتاح في عقلها خاطر لازمها على الاقل ساعة في الفريجدير. باش ناخد البلاستيكة نتاعي باش نغطيها، مش باش نغطي الفوق، باش نغطيها اللوطة في وسط البول هنا نغطي فيها هكا باش ما تعملش الكوش، تعملناش كوش هكا اليابسة. دونك لازم نغطيوها هكا، نغطيو الفوق كيما قلنا باش الكريمة نتاعنا ما تيبسش فوق، ما توليناش كوش يابسة. توا باش ندخلها ترتاح حضرت الباتفويت نتاعي. توا خديت البات نتاعي كي العادة رميتها على البات على بابي كويسون. توا باش نحلها دونك هوني ما هيش جويدة برشا كيما تشوفوا فيها وما هيش خشينة. باش نحاول نخدم هكا مربع تو باش نقبها هكا شويه. تو باش ندخلها الطيب على 200 درجه باش نشعل عليها الغاز تمشي من الوطا برك. اما لهنا قبل ما ندخلها الطيب باش نحط فوقها بابي كويسون. توا باش نحط فوقها كيما تشوفوا هكا بابي كويسون، مش نزيد نحط فوقها حاجه من الفوق باش نرزنها. انا باش نحط فوقها التابي نتاعي هذيا لهنا، لازم راهو نحطوا حاجه فوقها، نجمو نحطوا فوقها بلاتو نتاع فور، نحطوا فوقها اي حاجه تدخل عندك للفور تحطها فوقها، تحط بابي كويسون وبعد ترزنها بحاجه. المرحله هذيا راهي ضروريه باش الباتي فويتي ما تتنفخناش برشا، ولهنا ما نجموش نخدموا بها الملفيت ولينا منفوخه. دونك لازم منها تو باش نخليها تطيب حتى لين نشوفها دوبليش احمر الطرف. تو كيما تشوفوا فيهم حضروا لهنا قصيتهم، كل طرف نهزوا ونقصلوا الجناب نتاعو كامله، وبعد كيما وريتكم نرمي عليهم الكرتون ونقصهم الكل قد قد قصيتهم كلهم. تو ديجا باش نبدا نزينهم، عبيت الكريم نتاعي في البوش وعبيت لهنا البات كيف كيف اللي حضرتها الباتاموند عبيتها لهنا زاد كيف كيف في بوش اخر. تو باش نبدا نخدمها، نبدا نخدم بالكعبه بالكعبه، نعملوا الشكل اللي نحبوا عليها احنا. نخدم الكعبه الاولى، نختاروا ديما الكعبات المزيانين بالطبيعه خاطر الكولور، ردوا بالنا في الفور بالباهي على خاطر راهم ينجموا يتحرقوا معانا. دونك وقت اللي نطيبوا البات الاول مره نقلبوها ما ننساوهاش الحكايه هذيا، والثاني نقلبوه مقبل ما نرميو السكر. وقت نرميو السكر ديما ردوا بالنا راهو ما نغفلوش عليهم خاطر راهو السكر في ساعه يتحرق. دونك نقعدوا ديما حالين الباب نتاع الفور ونقعدوا نتبعوا فيهم بالسياسه. انا كيما تشوفوا فيهم حاضرين، توا باش نزينهم كيف كيف. عملت لهنا كيما تشوفوا هكا زوز اوراق هكا عرضها الوحده بريسك ايدمي، ناخذوهم نحطوهم هكا. وعندي لهنا سكر الجلاس سكر محور، نبدا نرش عليهم هكا كيف كيف نرخها نتعدى نخدم بها لين بعدها.
بالعكس انتم الكل. توا عندي لهنا كعبيت هادو ما حكى البفريوة قصيتهم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. وراهو الملفيه هذايا بنين برشا فوق ما تتخيلوا، أبن برشا من الملفيه العادي، ما هيش نفس الرسيت وما هوش كيف كيف، جيست نفس المكونات الباتفيتي والكريم باتسيير. وانا هذه تتسمى تخدم بالكريم موسلين، ما هيش كريم باتسيير وحدها سامبل، دونك خاطر زدت فيها الكريم فريش، دونك ياسر بنين على الاخر. الملفيه هذايا راهو أبن من الملفيه العادي، وان شاء الله تعجبكم الرسيت وتجربوها. وتو نهبطوا ان شاء الله، نهبط لكم الملفيه العاديه ونشوفوا اللي هو ما فيهمش برشا فرق في خدمتهم، جيست اللي هذه زايده الباتا موند، واللي هذه نوصلوا باش نحرقوا البات فيتي باش نوصلوا نتحصلوا عليها على الكولير هذيه، باش تعطينا جو اخرى وطعمه اخرى بعيده ياسر على الملفيه نتاعنا نتاع العاده. وان شاء الله تجربوها الريسيت، وما تنسيوش كان عجبتكم تبارتاجيو لي الفيديو وتعملوا لي لايك وتعملوا لي ابوني للقناه. وباي باي، وإن شاء الله في فيديو آخر. باي باي، بسلامة.